السيد الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أستاذ أشرف، بعد التحية، الرئيس السيسي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كيف تقرأ إطلاق الاستراتيجية في هذا التوقيت؟ مساء الخير. بكل تأكيد إطلاق هذه الاستراتيجية بعد أشهر وعام من العمل المتواصل بالتعاون مع الأجهزة المختصة والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية بالتعاون مع وزارة الخارجية حتى تخرج هذه الوثيقة الجديدة في طبعتها الأولى التي رشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم. أعتقد أن هذا عمل إضافي من النجاح على درب أهداف التكامل بين كافة مسارات الحياة في مصر في ظل كثير من البذور والنهضة التي تشهده مصر في مجالات التنمية وأيضا الحفاظ على حياة المواطن وأحداث النقل النوعية في مسارات الصحة والتعليم والثقافة وإعادة بناء الإنسان المصري وتوفير البنية التحتية اللازمة لتأهيل هذا المواطن لتوفر لديه مقومات الحياة الناجحة الأمينة المستقرة الكريمة نحو مستقبل واعد وغد أفضل. بكل تأكيد إطلاق هذه الوثيقة في هذا التوقيت هي خير رد مصري وعمل على أي حملات خارج الوطن النيل من مجمل النجاحات التي تحققت في مصر على المسار المعنوي ومسيرة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي كل المبادئ وكل الأفكار والرؤى التي طرحها الرئيس اليوم حتى في مناقشات والتعقيبات كانت تحمل رؤية وفكر التوجه الجديد في مصر لتوفير كافة الحظوظ الخاصة بإتاحة فرصة لحقوق المواطنة والإنسان في مصر وتوفير كافة الحياة الكريمة وأيضا حرية التفكير والعقيدة وأن يحظى بالكثير من التقدير وأن يكون لديه درجة كبيرة من الاندماج مع المجتمع في المرحلة القادمة من خلال مجموعة من الأولويات الثمانية التي حققها الرئيس وإطلاق يد المجتمع المدني في هذه المرحلة بالغة الأهمية لتعزيز فرص وقنوات العمل الاجتماعي وأيضا العمل المدني لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة. وأعتقد أن ما ذكره الرئيس في ثمانية نقاط أو ثمانية آليات سيكون لديه ما بعده من نجاحات على مسار درب تصدير مراحل جديدة في مرحلة حقوق الإنسان في المرحلة القادمة خاصة مع إعادة النظر في كافة الحقوق وتوفير كثير من المكتسبات نحو حياة كريمة وأيضا جهاز عمل إداري جاهز يلعب دورا كبيرا في توفير كافة المقومات وإطلاق يد العمل التطوعي والأهلي والمدني باعتبار أن عام 2022 سيكون عام العمل المدني أو المجتمع المدني في المرحلة القادمة. وبالتالي هذه النقاط بلغة الأهمية كنا في مصر نحتاج إليها، لكن كان هناك بالفعل مزيد من العمل نحو بناء الدولة ثم تأتي في هذه المرحلة الدقيقة مرحلة إعادة وبناء وتأسيس مرحلة جديدة من حقوق الإنسان في مصر. وأعتقد أن هذا الأمر سيحدث نقلة نوعية في صورة ومشهد مصر على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي في المرحلة القادمة. نعم، طيب أستاذ أشرف، يعني السيد الرئيس يمكن أثناء جلسة نقاشية هي كانت تحت عنوان حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل قال أن يعني يمكن عام 2011 كان بمثابة الإعلان عن أو شهادة وفاء للدولة نتيجة طبعا الأحداث والتحديات اللي كانت موجودة آنذاك. هل تعتقد يعني أستاذ أشرف أن مصر الآن مؤهلة أن هي تستقبل هذه الاستراتيجية لحقوق الإنسان، يعني اللي يعني يمكن طبعا كلنا يعني بنحلم بها كمواطنين من زمان أو من فترات طويلة من عقود طويلة سابقة؟ حسنا، لجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تلك المكالمة التوضيحية حتى ليوضح للمواطن المصري حجم ما كان قائم في عام 2011 الذي كان بمثابة كما قال على لسانه إعلان وشهادة وفاة للدولة المصرية. أننا لاحظنا في ذلك العام ما حدث من انتكاسات ومآسي وكوارث وأوضاع كارثية أدت إلى تراجع وخلل في كافة مشاهد ومسارات الحياة داخل مصر ووجدنا كثير من التفكك والانهيار. عودة الدولة في ظرف 4 أو 5 سنوات في عام 2014 وصولنا ما وصلنا إليه الآن أعتقد أن هذا يمثل مرحلة جديدة من الشجاعة الحية على إرادة وقوة القرار في مصر بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقرد الأمور لأحداث النهضة وهذا النمو المضطرد في كافة مسارات الحياة. وبالتالي عندما تم معالجة وتجاوز أخطاء عام 2011 وانتشال الدولة من ثباتها وفاتها العميقة في ذلك الوقت هذا مثل بالفعل درجة كبيرة من النجاح نحو إمكانية أن يكون بناء نهضوي كبير يلعب دورا كبيرا في تكريس إشارات وإمارات الحياة الطبيعية للمواطن والحياة الكريمة ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة حقوق الإنسان. هذا اليوم تحديدا أعتقد أنه سيمثل لمرحلة قادمة ويؤشر لعهد جديد، خاصة أنه تم توفير كافة استحقاقات مرحلة تطبيق العمل لمواطنة حقوق الإنسان في المرحلة القادمة بعد أن حدث عملية النمو وأيضا عملية النجاح للحياة الكريمة
لتكريس المواطنة والحفاظ على حقوق المواطن المصري في حياة تتكفلها الدولة عبر حياة كريمة وبنية تحتية، وأيضا مسارات اقتصادية وتنموية كانت تحتاج إلى ما يزيد من 50 عاما أو أكثر، لكن تحققت في 4 أو 5 سنوات. الآن المرحلة دقيقة بتلك النجاحات، ربما تساهم في تكريس مرحلة حقوق الإنسان الجديدة، تتوفر لديها كل الشروط والنجاحات، خاصة المبادئ الثانية التي حددها الرئيس تكفل توفير الحياة الكاملة بالتطبيق الأمين والتقييد بشرعنة أو شرعية حقوق الإنسان في المرحلة القادمة، بما هي مرسل مقبل عليه النجاحات في هذا المسار، باعتبار أنها سيمثل إضافة وقيمة مضافة مجمل العمل المحضوي للاستشهاد في السنوات الثمانية الماضية. شكرا جزيلا للأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام.